النساء يمكن كرقابة أفضل من ولا لا؟ عندنا دراسة تتكلم من ضمن الدراسات تتكلم أين يحصل ظاهرة التنمر داخل المدرسة. فإذا فكرنا أن الدراسات تقول أنه الفسحة هي. تقول الفناء المدرسي هي. تقول دورات المياه هي. تقول أنه في بعض الممرات البعيدة عن منع أنظار المعلمين في الفصول أثناء الخمس دقائق أو الفسحة. إذا معنى ذلك أنه هنا نتكلم عن رقابة يجب أن تكون موجودة. هذه الرقابة تعني أنه نحن كمعلمين يجب أن يكون عندنا في أثناء عملية الفسحة أو في الخمس دقائق يجب أن يكون عندنا أسلوب إداري جيد لضبط المدرسة في هذه اللحظات. جميل. حتى يصبح عندنا قدرة أن نمارس عملية رصد وتحكم. يعني ما يكون في غياب يجب عن الطلاب. يجب أن نوقف العاطفة قليلا عندما نتكلم عن المعلمين. احنا مش مجرد نتكلم انه فيش رقابه المعلمين يزعلون لا احنا نقول في ثقه كبيره جدا في معلمينا لكن الظاهره تتنامى وتحتاج ان احنا الان في متغيرات جديده تحصل برا المدرسه يحتاج ان نطور نحن اساليبنا في الرقابه. نعم اكيد وحتى الاهل لهم دور كبير في هذا الجانب يكون في رقابه من قبل الاهل خاصه لا سيما الام يمكن على نعم لانه الطفل اذا رجع وكان بيننا حب سيحكي لنا فإذا رجع حكالنا يجب أن تكون ردة فعلنا أولا ألا نأخذ كلامه على طول محمل الجد ونتكلم معاه بكلام أنا بوريك فيهم أنا راح أروح وأدبهم لك لأن هذا نوع من تعليم سلوك مضاد. إنما يجب أني أسمع وأستقصي وأبحث وأتواصل مع المرشد الطلابي. ثم في عندنا شيء مهم جدا يجب تفعيله والحقيقة نحن مقصرين فيه اللي هو مجالس الآباء. إحنا مشكلتنا مجالس الآباء صارت محصورة عندنا في شيء واحد اللي هو التحصيل الدراسي أن يحضر ولي الأمر حتى نشعر بمستوى تحصيل ابنه بينما مفروض أن هذه الظاهرة يجب أن تناقش في مجالس الآباء. صحيح. ويجب أن تكون عندنا علاقة وطيدة ما بين المعلم وما بين المرشد. الإشكالية أن ظاهرة التنمر أصلا ما يتكلم عنها للمرشد داخل المدرسة. صحيح. بينما يفترض أن تقام دورات تدريبية للمعلمين أن يقام عندنا دورات لأولياء الأمور أن ينشر عندنا ثقافة بشكل كامل وحتى في الحين صار في جروبات واتساب كثير بين الأمهات حتى في المدارس فبتحصل يعني حصل مرت علي أنه تطرقوا لظاهرة التنمر المدرسي بطريقة لبقة ومؤدبة يعني وحتى أنه يتوصلوا للحل السليم وكل أم تكون حذرة ومنتبهة على ابنها. صحيح. في النهاية وفي شيء مهم جدا يجب أن يدرك الآباء أنه عندما نتحدث عن هذه الظاهرة لا يعني أن ابنك تحرش به لا يعني ذلك إنما عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه تنتبه أن نقول أنه لا تضع نفسك خلاص مباشرة بما أنه هناك ظاهرة ويتحدثون عن التنمر إذا لازم أشك في ابني. نعم. أول ما يجي ابني لازم أسأله لأنك قد تعرف ابنك بشيء لا يعرفه. صحيح. فإذا لابد فقط من توخي الحذر والحماية ثم الحماية لهذا الطفل لأنه بالنهاية هو جيل المستقبل. يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا لك دكتور محمد العمري أنت المستشار التعليمي والتربوي على وجودك معنا. الله يزيك. شكرا جزيلا لك. شكرا. بهذا مشاهدينا نختم لقائنا معكم لهذا اليوم نتمنى أن نكون وفقنا فيما طرحناه لكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.